اليوم برشلونة راح يبدي مشواره في الدوري الإسباني الموسم 2024-2025 ضد فالنسيا. أول مباراة لهذا الفريق نتمنى له التوفيق. طبعا هذا الفريق عانى من هواية ويلات، مشاكل إدارية، مشاكل اقتصادية، مشاكل فنية. نتمنى كل التوفيق للفريق البرشلوني في أول مباراة له. نتمنى هالموسم يكون موسم خير، رغم أنه ماكو ذيك الصفقات القوية، ما سوينا أي صفقة بصراحة. طلعوا لواعب وما أجوي أي، يعني ما عدا باو فيكتور ما اجى اي احد، بالاضافه الى تصعيد بعض الشباب اللي بصراحه لهم مستقبل. يعني شفت مباراتهم الوديه واتوقع لهم مستقبل، مثل يعني برنارد والكس فيا، ما ادري ايش اسم هذا الظهير، وباو فيكتور همينه لاعب مبين عنده مهارات خصوصا بالتسجيل، ذكرني بدافيد فيا. على كل، اليوم اول مباراه لبرشلونه راح يلعبون ضد فالنسيا، نتمنى التوفيق لهذا الفريق، نتمنى نشوف هالموسم برشلونه يختلف عن الموسم السابق. اهم شيء تكون هي علاج أو يعالجون، أو المدرب الجديد يعالج المشاكل الدفاعية خصوصا تير شتيغن بصراحة لين ضايع. على كل، مباراة راح تبدي شباب فد شوية، خلي نشوف المباراة سوية ونشوف أول مباراة البرشلونة هذا الموسم. بدأت المباراة شباب وهجومنا ليفاندوسكي وفيران توريس. ليش كوبارسي يلعب على الجهة اليمنى؟ شتيغن لزم الطوبة، الحمد لله والشكر. لاعب برشلوني يوقع ما يهتم، لاعب الخصم يوقع يصفر، والفار ما راح يشتغل الى ان ريال مدريد يحسم البطوله. تذكرون الموسم اللي فات الفار ما كان يشتغل، ريال حسم البطوله بدا يشتغل الفار، قامت تصير لنا قرارات كنا بنحلم بها. بالدي هذا الحارس يجنن، ترى هذا الحارس حارس جورجيا. يلا توريس يا حمار يا غبي يسكن الكره، يعني هذا اللاعب شو كنت يصحى؟ ثقب برلين ابو ثقب ثاقبه قبل يجي البرشلونه. ليش التركيز على جهه فيران توريس؟ جهه ميته ترى والله. رافينيا، رافينيا شو كنت تتعلم تلعب طوبة؟ مراوغة لاعب واحد ما تعرف تراوغ. يا إلهي هذا رافينيا شنو من لاعب؟ بدأ الموسم وبدأت المغثة. رافينيا، ليفاندوسكي، تير شتيغن، فيران توريس. الله يساعدنا، موسم لاخ شي خلصه. أوف يا كيوبارسي كان دخلتها جول. تخيلوا أول جول يسجل على برشلونة أون جول. تغطية، وين التغطية؟ شلون بوحدة؟ شوفوا ما حد يمه. نفس اخطاء الموسم اللي راح، غياب تغطيه، لواعيب دايخين. يلا يا حمار، والله العظيم حمار، هذا فيران توريس كره ما تعرف تسكن. اكو مساحه فارغه، هاي مساحه بيدري، خل اللاعب يرجع شويه لورا. حلوه هالتسديد هذا. رافينيا خطوطنا متباعده يا معودين يا مدرب، هاي مو فاول من داس على رجل اللاعب، هاي ما بيها شيء. يا اخي بدينا بالدوري الاسباني العفن، اسوأ تحكيم. ليش كل الفرق تعرف تطلع من الضغط مالتنا؟ احنا ما نعرف نطلع من اي ضغط، اي فريق يضغط علينا ما نعرف نطلع. رايحه على الجول والله. اوه شتيغ انشالها. كيبارسي صار مرتين تريد تسجل علينا جول، كل الفرق تقدر توصل للمرمى بسهوله. ليش احنا نعاني؟ شوف هسه ما راح نعرف نطلع من الضغط، راح يرجع ما عنده خيارات. ثولي والله، ثول والله العظيم. يلا روح نصاب 6 اشهر. شنو ها؟ شنو ايش تلعبون انتو؟ شنو اللعب هذا؟ لاعبين محترفين انتو؟ لاعبين محترفين. شنو اللعب هذا؟ شنو الباصات؟ شنو التمريرات؟ شنو الاخطاء هاي؟ اول مباراة بالموسم مرتاحين، جايين من اجازاتكم، لاعب محترف يلعب بنادي برشلونة، يلعب ويا المنتخب، تمريره ما يعرف ينطي. رافينيا يا برازيلي، برازيلي ما يعرف يسكن طوبه. لاعب برازيلي تلعب المنتخب البرازيلي، تلعب بنادي برشلونه، طوبه ما تعرف تخمد، ما تسكن، ما تعرف تنزل طوبه. شوف الحمار، شوف نظرته، نظره ثاقبه سمك القرش. امنيتي اشوف بالدي يعرض عرضيه صحيحه، امنيه صارت عندي. ليفاندوسكي الله يطيح حظك، واحد اخرم من الثاني. شوف العجوز دزه، وين يا رافينيا برازيلي انت؟ شنو هالتمريره هاي؟ هذا مستوى يريد ينافس ريال مدريد، فينيسيوس ومبابي وبيلينغهام والدنيا كلها عندهم. يلا ليفاندوسكي الطوبه تمشي حلو، الطوبه تمشي حلو، في باصات سريعه توصل يم ليفا توقف، تموت اللعبه. لاعب بطيء، لاعب عجوز، تمريرات سريعه حلوه صارت، وصلت يم ليفا لعب الطوبه الا تبقى يم رجلي. هاي لاعب يريد يعتزل بعد مستوى اقل، يروح يجي لبرشلونه، مدينه حلوه، ياخذ راتب، يتونس. كان بعز مستوى ما حد راده، ما حد جابه للفريق، من صار عاله جابوه لبرشلونه. ثلاث لاعبين وقدر يطلع الطوبه. هاي جول، لا يا غبي كان سجل جول. اثنين هم متسللين. حلوه كوبارسي، والله قراها كوبارسي، نخسر الطوبه بكل سهوله. والله فالنسيا ما جاي يعانون اصلا. هاي جول بكل سهوله،
بكل سهولة بدون تعب بدون مجهود. لا عندنا حق انزل تسلل، راح نظل نتوصل بالحكام طول التسلل. شوف اثنين، شوفوا بوحدة بالدي وين؟ ماكو تسلل، ماكو تسلل، جول صحيح. شوف بالدي، ركزوا لي على بالدي واقف. لا حد يخلي عنده آمال، لا حد يخلي عنده تطلعات بهذا الموسم، هذا الموسم نسوء للنسيان مثل المواسم السابقة اللي راحت. مال هذا الفريق يقدم مستوى ويوصل أماكن بعيدة مستحيل، يعني كلش زين إذا نوصل مركز ثالث ورابع على هالمستوى هذا ولو هي أول مباراة، يعني ما راح نقدر نحكم، بس أول مرات أول مباراة تعطيك انطباع على الفريق شو راح يلعب. شوف شتيجن، شوف الحارس مالتنا، حارس يركض على الطوبة ما يعرف اكو لاعب قدامه خصم يركض على الطوبة، يعني قد ما حارس غبي يعني انت ما تعرف اكو خصم قدامك، انت شلون تركض على الطوبة والطوبة نازلة على راسه والمدافع اللي لاعب قدامه عارفه يركض على الطوبة ويسجل جول. شوف بالدي صافن، والله لاعبين اغبياء. انا دائما اقول واكرر، الطوبة مهارات وعقل، اذا ما عندك هذا حتى لو عندك مهارات ما راح تقدر تسوي كل شيء، بعقلك تلعب. ليش ميسي اعظم لاعب بالعالم؟ ميسي يجمع الاثنين، المهارة والذكاء. شوف الغباء، أسد أحش على الذكاء، شوف الغباء مال إنيغو مارتينيز. لاعبين قدامه يلعب باص خطر وأنت متراجع جوا وأنت خسران، يلا دس طوبة دس طوبة جوا، ضاعت 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 لميل يامال. آخ يا إلهي فاول، شاجب بالدي الطوبة صحيحة، ليش فاول؟ ليش انذار؟ وين الفاول بالموضوع؟ وين الفاول بالموضوع؟ فاول وانذار ليش؟ الله يشتيقن، الله يشتيقن، الله يشتيقن. ايش ده تسوون؟ تسلل على هذا الغبي الاخ الحمار، كوبارسي شاله من الخط، ايش ده تسوي؟ ايش ده تسوي؟ طوبه يم ايدك، يعني حتى بصلح الغلط ماله. هذا الموسم طويل، موسم متعب. شوف ليفاندوسكي توصل طوبه يم تموت تموت، لا يمرر لا يسوي حركه. وين هانز فليك؟ وين شخصيته؟ وين الصراخ مالته اللي طلعونا الفيديوهات يصيح على اللاعبين وما يقبل بهالفهاول ده تصير؟ شو ساكت؟ اي مدرب اي لاعب يجي لبرشلونه يصير ناعم؟ هذول مين فيديوها مدرب ناعم؟ مين فيديوها مدرب يحكي بلسان حلو؟ هذول مال عصا. يلا يا معود اخر فرصه، وين جول؟ واخيرا تسلل، لا والله حسبه، الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. الشوط الاول ينتهي 1-1، الحمد لله والشكر. والله بالدي مقاصدها متسلل متسلل، طلعوا لنا زاوية اوضح، اتوقع مو تسلل. صفر الحكم، خلص الشوط الاول، شوط زباله بصراحه، ما يمشي طلعنا متعادلين ولا خسرانين واحد. جول، ليش ليش على الحارس لمال؟ ليش على الحارس؟ جزاء جزاء، ركله جزاء جزاء صحيح، ما بيها اي نقاش ولا مراجعة ولا كل شيء. حلو رافيني، حلو 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 حلو، السرعة حدية هيك نريد. جول حلو الثاني، يلا طلع ليفاندوسكي ونزل باو فيكتور، يلا اطلع ليفاندوسكي، خلاص خلاص دورك. اوف والله حطها حط، حارس طويل وذكي هذا الحارس، ما يفيد اياه تلعب ناصي، لازم تخليها عاليه. شعجب بالدي قام يغطي ويلزم، احنا لازم ينطرد عندنا لاعب، برشلونه دائما اول مباراه لهم بالدوري ينطرد عندهم لاعب. كيوبارسي شكله ناوي شر، يريد ينطرد. حلوه لمال، جمال تسلل، متسلل ذاك الحمار راح يضيعها يا غبي، ما يلعب باص الحمار، فيران توريس يا الحمار، ما بي خير العباس. والله عرفت تضيع، هذا اللاعب ما منه اي خير. كسادو حلو، يلا ليفا هاتريك، ليش وقفت؟ ليش وقفت؟ ليش؟ يعني لاعب اغبى من لاعب. يلا طلع مصاب 6 اشهر، شنو شنو ها؟ منو منو هذا جيرارد مارتن؟ بيدري راح ينزل، هاهاها ايريك غارسيا. كاسادو حلوه هاي، حلوه هاي يا ليفا، والله حلوه كانت الفره حلوه، ذكرتني بهدف مالته ضد فيا ريال باول موسم له، من اخذها وافطر هيك وحطها. ليش بيدري شوت؟ يا بيدري شوت، انا منتظر التسديده منتظر الجول. وين فيرمين لوبيز؟ هلا فيرمين لوبيز بدال بيدري يشوتها. شوف هاي اللقطه، شوف بيدري شوت، بيدري بيدري شوت. من طلع فيران توريس الفريق تحسن تحسن، بس بعدهم هاي ما عندهم هاي الحد استغلال الفرص. فهاوه فهاوه الفريق بيه فهاوه، بس كسادو ده يلعب، والله كسادو هذا زلمه. يلا بيدري شوت، حلوه يا بيدري، الله هذا اللاعب لو بس ما ينصاب خلوه معودين عوفوه خلوه يلعب. اي با فيكتور يلا يا رب يسجل اول هدف له.
الله هذا الوانتو الحلو يا كسادو. يلا وين الباص ورا اللاعب تلعبه بظهره؟ شو يضيع هاي؟ والكمان شو يضيع؟ عمي هذا الظهير يجنن، هذا الظهير نزلوا بدال بيدري كل مسألة خطرة. ليش هيك الفرص؟ معودين والله الموسم يضيع من عندنا، اذا هيك نضيع فرص. يلا فيكتور دافيد فيا الجديد هذا يا حمار يا اريك غارسيا يا حمار. حلوة عبرها يا ليفا، عبرها وراك 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 اكو لاعب ولكم انانيين ضيعون فرص. صفر حكم شباب، انتهت المباراة. الف الف مبروك فوز المنتخب الكتالوني وفريق برشلونة بأول مباريات الدوري الإسباني موسم 2024-2025. الأداء ما كان ذاك الأداء الجيد بصراحة، حسيت الفريق تحسن بالشوط الثاني، صار أحسن من الشوط الأول، صار يضغط، صار أسرع، خصوصا من خرج فيران توريز كان جهته ميتة. على كل أهم شيء نبدأ الموسم بانتصار، ليفاندوفسكي سجل جولين وهذا الشيء راح يعطي دفعة معنوية إن شاء الله المباريات القادمة. وجايك يا نيكو ويليامز مباراة الجاية ضد أتلتيك بلباو، شوفكم ديك المباراة، مع السلامة.